عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر ماشية بخطوات واثقة وملموسة، وتأثيرها عليك بتحسه حتى لو بشكل بسيط. إدلاءك بصوتك كان أول خطوات المشاركة في تسريع عجلة التنمية، لأنك بتختار ناس متخصصين في مجالات مختلفة دورهم مناقشة الخطط المناسبة. الاقتراحات اللي هيقدمها مجلس الشيوخ واللي كان أولها مشروع اللائحة الداخلية للمجلس هينعكس تأثيرها عليك وعلى مستقبلك. صوتك ومشاركتك كانت البداية لمستقبل أفضل.